حدثنا ابو الوليد حدثنا شعبه عن ابن ابي المجالد حاء وحدثنا يحيى حدثنا وكيع عن شعبه عن محمد بن ابي المجالد حدثنا حفص بن عمر حدثنا شعبه قال اخبرني محمد او عبد الله بن ابي المجالد قال اختلف عبد الله بن شداد بن الهاد وابو برده في السلف فبعثوني الى ابن ابي اوفى رضي الله عنه فسالته فقال انا كنا نسلف على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وابي بكر وعمر في الحنطه والشعير والزبيب والتمر وسالت ابن ابزا فقال مثل ذلك